l'idée et votre parcours. Donc l'idée est venue en 2019. Nous avons un des tables inox vibrantes pour un des filles. Deux conseils qui seront par les pharmacies. Vous avez peut-être remarqué que durant cette année, cette pandémie, il y a eu beaucoup d'essais de sportifs par le Covid-19. On propose des produits à base de spiruline, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 3 apports en bêta-carotène à 18 carottes par son apport en poudre. تخيلنا هذا المشروع على جل المناخ الصحراوي اللي تتمتع به ولاية بشار كذلك على جل المناحات الشاسعة كما أنه يعتبر سوق واعدة من تحن الدقيقة اللي عندها العديد من الاستعمالات من بينها تستعمل كمضاد للالتهاب عندها كذلك كمية كبيرة من البروتينات كاين بعض الرياضيين اللي هم يستهلكوها عندنا كذلك تستعمل كذلك فيما يخص الناس اللي عندهم فقر الدم لأنها غنية بالحديد بشراكة مع مديرية الصيد وتربية المائيات وفي مشروع بالشراكة كذلك مع الجامعة اليوم عندنا طلبة شباب جاوا يطلبوا يعني الخبرة والدعم المادي لتحقيق وهذا نشوفه احنا من واجبنا لأن أفكار جديدة أفكار ناشئة تؤدي إن شاء الله بهالشباب أنهم يقدموا المشاريع نتاعهم